عسيمة، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى ملعب الطيب المهيري بصفاقس، والنقل المباشر للمباراة اللي تبدا بعد شوية ان شاء الله وتجمع الملعب التونسي بالنادي الصفاقسي. ان شاء الله مباراة ممتازة فنيا في الانتظار، خاصة والفريقين منتشيين باخر انتصارات، الملعب التونسي ضد الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي ضد النادي الافريقي الابور. الامور الكل على العال، الامور الكل 5 على 5 هوني في ملعب الطيب المهيري قبل اقل شوية من نص ساعة على انطلاق المباراة اللي باش نقول لكم عليها. زملائي شكيب الخويلدي وحافظ بن عامر، مرحبا. مرحبا بك محمد علي وبضيفيك محرز القيق ووسيم معلم. مرحبا شكيب، مرحبا كذلك محمد علي، مرحبا بك وبالساده المشاهدين. ان شاء الله بعد قليل نتقابلوا في التعليق المباشر على المباراه، تفضل. ان شاء الله باش يكون معنا ايضا في الاستجابات الفوريه زميلي مهدي قاسم. مرحبا مهدي. مرحبا بك محمد علي، مرحبا بكل مشاهدينا الكرام على الوطنيه الثانيه. ان شاء الله بعد شويه يكون الموعد مع عديد الاستجابات الحصريه دائما على الوطنيه الثانيه قبل بدايه لقاء نادي صفاقس والملعب التونسي. يعطيك الصحه مهدي. اذا مشاهدينا الكرام، هذا هو الفريق اللي باش يامن لكم النقل المباشر للمباراه، طبعا الى جانب عدد كبير من زملائي المصورين والتقنيين والمخرجين، من اجل ان شاء الله ان توصل لكم صوره ترتقي لمستوى تطلعاتكم ان شاء الله. ونبداو اذا مع ضيوفي الحاضرين معنا واللي باش يكملوا المجموعه الموجوده معنا اليوم. وسيم معلم، مرحبا بك. مرحبا بك محمد علي، مرحبا بمحرز، مرحبا بجميع المشاهدين. محرز الرقيق، مرحبا محرز. مرحبا محمد علي، مرحبا وسيم، مرحبا بكل متتبع مشاهدي القناه الوطنيه. هذيك وينك غيبه محرز؟ وين موجود؟ شعامل بعيد شويه على الكوره و رجعناك للكوره اليوم، رجعناك. مرحبا بك اخويا، وان شاء الله تتعدى امسيه طيبه ان شاء الله. ان شاء الله طبعا هذا ما نتمناه. اذا نبدا معك وسيم، اللي تعرف نادي صفاقسي، تعرف الملعب التونسي، خدمت في زوز فرق، وعادة مباريات الملعب التونسي والنادي الصفاقسي ما تكون مباريات فيها برشا كرة، زوز فرق يحبوا اللعب الجميل، كما قلنا زوز فرق جايين بمعنويات مرتفعة، وأكيد الهدف الأسمى لكل فريق هو الانتصار في مباراة اليوم. أكيد مباراة معناتها على أترافير معناها تاريخيا ديما كانت مباريات جميلة فيها عديد الأهداف، مباريات فرجوية، زوز فرق عريقة، الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي. يظهر لي ننتظروا باش تشوفوا مباراة متميزة، خاصة في نشوة الفرحة للملعب التونسي بعد الانتصار الأول، كذلك انتصار النادي الرياضي الصفاقسي. ننتظروا حسب رأيي باش نشوفوا مباراة من طراز ممتاز، خاصة بمستوى الفني نتاع البلاي أوف. زوز فرق هذوما سواء النادي الصفاقسي والملعب التونسي ظهروا دي زانديس باين، خاصة في المباراة أو المباريات الأخيرة. في انتظار نشوف إن شاء الله المردود يترجم اليوم في مباراة اللي في الأخر زاد يقعد رهان، راهو المرتبة الثانية اليوم. صحيح. نشوفوا حاجة في حكاية الكلاسمون ضد مباراة زاد كذلك محمد علي، كل فريق عنده انتصار فقط، 4 تعادلات وهزيمة. محرز كما قال وسيم، مباراة إن شاء الله ممتازة في الانتظار، طموحات كبيرة لكل فريق وبرشا رهانات أونجو. انت حكيت عن الرهانات، اليوم مباراة رهان ما نقولش كبير، ولا مازال الموسم مازال فيه مباريات، بقى كل فريق عنده هدف معين، خاصة اليوم زوز فرق يلوجوا على 3 نقاط باش ياخذ الفارق على المنافسين نتاعو، واحنا منتظرين مباراة طيبة إن شاء الله ونشوف المستوى اللي يليق بزوز فرق. إن شاء الله طبعا هذا ما نتمناه. نمشيو إذا زميلي مهدي قاسم وناخذوا معاه التشكيلة الأساسية لكل فريق، ونرجعوا نحكيو أكثر تكتيكيا ونديكورتيكيو أكثر المباراة. تفضل مهدي. شكرا لك محمد علي. سيسع روحك من محزن رقيق مع ديفونسور ومع مدرب، رد بالك واحدة واحدة. دليل ديفونسور وأخصائي في الإعداد البدني اليوم محاصرة قوية برشا يا مهدي. وأنت تعرف يسميوه الراس لأنه ما يسمحش سيرتو في الكرات الرأسية. صح عليك بمحرز وصح عليك بوسيم. أطول منه شوية، أطول منه شوية مهدي، نتصور نسألك أمور. لا لا لاباس لاباس، من الساعة وأنا نكلم فيه وقول له واحدة واحدة علينا يا محرز يرحم والديك. تبارك الله عليك محرز، اللهم صل على النبي هو وسيم. على كل شكرا لك محرز. تشكيلة الفريقين بالنسبة للملعب التونسي، سامي هلال في حراسة المرمى، في الدفاع والوسط والهجوم تباع الهدي خلفه، مروان الصحراوي، حمزة بن عبدة، نضال العيفي، لامينونا جو، أومارو، هيثم الجويني، حمزة الخضراوي، بليل الماجري، وساجد الفرشيشي على بنك بدلاء الملعب التونسي، عاطف الدخلاوي، ماهر الحناشي،
كتارا، غازي العيادي، اسكندر الشيحي، وائل الورغمي، يوسف السعفي، ديالو، امين الله بن حميده. بالنسبه لتشكيله النادي الصفاقسي اليوم كما تعرف دالي يلعب امام جمهوره، قرار رابطه كان زوز ماتشوات، الاستئناف حتى النادي الصفاقسي يعاقب بمقابله واحده، صبري بن حسن في حراسه المرمى وجمهور السي سي صفق عليه، ادم كريم باليمين، كوامي، علاء غرام، محمد صالح المهذبي، موسى كونتي، وضاح الزيدي، جيسر المعروف، يوسف بشا، بركات الحميدي، وديابي. بالنسبه لبودارة سي سي اس، قعلول، عمر بن علي، محمود غربيل، محمد عزيز الساحي، اشرف الحباسي، فارس ناجي، محمد النصراوي، حازم الحاج حسن، محمد اسلام القاسمي، محمد الكوكي. في ثالث اطلاله لي مع سي اس اس، لكن اول اطلاله لهنا مع جمهور الكحله والبيضة، جمهور السي اس اس، وحمادي داو بطبيعه الحال مدرب الملعب التونسي وابن السي اس اس، وذكر الخمسه الوفيه والده عبد القادر داو، بعد شويه مش يكون تكريمه حصريا من النادي صفاقس وحتى من جمهور السي اس اس اللي محلاها صوره صفق الحمادي داو لاعبي الملعب التونسي فور دخولهم الارضيه الميدان. محرز المالكي بمعيه خليل الحسيني، سليم الجبناني، ويسري ابو علي في حكم الفار. ان شاء الله بطبيعه الحال مقابله دور في كنف الرياضيه. دالي 0-0 تعبتنا راي على مستوى الرابطه الاولى للبلاي اوف، ان شاء الله اليوم نلقاو فرجه، ولو انه التاريخ معك زوز عناصر فاعله لعبت مع الملعب التونسي وعندها ذكريات مع سي اس اس، 2-2 3-3 الجو صحيح قال عليه جو جمال الدين الامام، يحصل على ماتشوات سي اس اس والبقلاوه. هذه ربما الوضعيه الاولى، مد لك الكره من وسط الميدان وعندك ديفونسور يعمل كنترول بالزر ويمدلك على طول. تفضل دليل. يعطيك الصحه يا مهدي، وعندك الاولويه طبعا وقت تكون حاضر في الاستجوابات. اذا وسيم في قراءه اوليه لتشكيله الفريقين، شنو ملاحظاتك على تشكيلتين؟ الملاحظه الاولى هو معناتها النادي الرياضي الصفاقسي مش يعتمد على 3-4-3، هو التغيير اللي جابه محمد الكوكي مقارنه بالمباريات قبل سواء مع نبيل الكوكي او مع كريم دلهوم اللي حبوا ديما يمشيوا بزوز لاعبي رؤوس حربه، هو يعني اختار انه يلعب بالدو جوار دو كولوار ووظف اللاعبين كل حد في البلاصه نتاعو. دونك غرام وكوامي وبن لامين مش يكونوا في محور الدفاع، عوده وضاح الزايدي اللي عمل مباراه كبيره المباراه ضد الترجي وغاب ورقه صفراء، وكذلك دونك وجود وضاح والمهذبي زوز لاعبي رواق في كونتي، وجاسر معروف لاعب شاب يعني في الفريق اللي مش يدخل في الوسط، خاصه في غياب فودي كامارا اللي نعرفوه ترشح مع المنتخب الغيني لنهائيات اولمبياد باريس. وفي الهجوم احتفظ يعني تقريبا بثلاثي اللي قاعد يخدم فيه به زوج مباريات الاخيره سواء الترجي او النادي الافريقي، بشا علي صار دي بي لافون سونتر وبركات الحميدي كل ورد روا. يظهر لي معناتها ثم توازن، ما ثماش تغييرات كبيره بخلاف يعني غياب قلنا فودي كامارا ووضاح يرجع لمكانه مكان الساحي. نتصور بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي التشكيل معناها تقريبا حاول يحتفظ باللمام خدمه اللي خدمها البقيه، وعادي ما نبدلوش فريق ينتصر. بالضبط هذا هو اليوم الحاجه الباهيه في النادي الصفاقسي اللي رجع وسجل ورجع باربع نقاط على سته من خارج الطيب المهيري. يقعد الاشكاليه اليوم النادي الرياضي الصفاقسي ما سجلش في الطيب المهيري من يعني من شهر نوفمبر. اليوم بعد المرحله الاولى اللي انك سجلت المره من صفاقس، اليوم الهدف انك تسجل هدف يعني اليوم في صفاقس، وخاصه في الديناميك بوزيتيف اللي قاعد عايش الفريق. فهمت؟ وطلعت البار الفوق، تعادلت مع ترجي، ربحت النادي الافريقي بثلاثه. اليوم الجمهور السي اس اس جاي لهنا يحب يشوف السي اس اس بنفس المردود ويمكن افضل ويشوف الفريق نتاعو ينتصر. بالضبط محمد علي، في انتظار ممكن يعني الكلاسمون هذا يمكن يتحرك اذا كان معناه يمشي في الاحتراز وفي الاستئناف ويربح زوز نقاط اخرين، يمكن تتغير تقريبا تغيير كامل للبطوله والمراكز الثانيه والثالث والرابع يعني دليل. والاول الثاني والثالث الرابع. مهدي تفضل. شكرا لك دليل، مش عامل لك سكوب بعد شويه على اثاره السي اس اس لانه مش بعيد عليه حتى الناطق الرسمي للنادي الصفاقسي، لكن رايد برهومي يغزر تبي دونور قاعد عنده برشا ذكريات ونوستالجيا في ملعب طيميري. صحيح ولا يا رايد؟ صحيح، بحكم احنا اولاد معناها صفاقس وتربينا معناها في الجمعيه هذه وخدمنا في جمعيه صفاقس الكل، يقعد فما حنين خاص، لكن كما تعرف هذا البروفيسيوناليزم، نخدموا على رواحنا. الجمعيه اللي نمشي ولا ناخذوا الالوان نتاع القميص نتاعها ونخدموا على رواحنا. ان شاء الله يكون فيستيفال كروي كما قاعدين نشوفوا فيه في الجرادان، ان شاء الله يكون كيفه في التيران سيرتو بلعب مزيان، واللي يربح كما نقولوا صح عليه. الملعب التونسي فمش تغييرات ربما بارابور الماشتيلين كونتر الترجي؟ بون اليوم فما دو شونجمون واضحين برشا، اللي هو الغياب نتاع ماثندا ومليو تيران بحكم حصوله على الانذار الثالث، والاهم من ذلك هو العوده هيثم الجويني لخط الهجوم.
اكيد هيثم باش يكون تعزيز مهم للثلاثي الهجوم تاعنا، ان شاء الله يكون موفق اليوم في المباراه. من الطرايف غلطتوا مشيت البنك سي سي والله غلطت انت جا غلط هيك البنك بتاعك وهيك البنك سي سي شكرا لك رايد اكو مزيك التجربه زادت جديده. بعد شويه ان شاء الله دالي يكون معنا الناطق الرسمي لسي سي اس، نعطي سكوب سبيسيال على اثاره النادي الصفاقسي. تفضل. طيب يعطيك الصحه مهدي، ما عندوش الحق واحد يغلط معاك ديما فيخ للحكايات الكل يا مهدي. نرجع لك طبعا وقت اللي يكون الاستجواب حاضر. يجي معاك محرز الملعب التونسي ايضا بعد مباراه ممتازه ضد الترجي الرياضي التونسي، سحب الطليعه انتصار، قدم مباراه فنيا ممتازه. اليوم ايضا يسترجع هيثم الجويلي، يرجع الهجوم نتاعو بالمجري والجويلي قوه ضاربه الهجوم الملعب التونسي. حمادي الداو يعرف السي اس اس كما يلزم، يعرف طيب المهيري كما يلزم، عوامل ايضا في المباراه هذه مهمه للملعب التونسي، خليه يدخل بطموحات كبيره. محرز اكيد محمد علي، بعد ما تابعنا مباراه الملعب التونسي والترجي كانت مباراة ممتازة خاصة من الناحية التكتيكية اللي نجح فيها حمادي الدو بعد فترة الشك. يعني الفريق تقريبا قبل مباراة الترجي كان في فترة شك، ودخلت تقريبا فترة الشك مشات على روحها من طرح الترجي، ونجح كما قلنا حمادي الدو في المباراة تكتيكيا ونتيجه واداء حسب ما شفنا. محرز لحظات نمشي المهدي قاسم ونرجع لك مره اخرى، تفضل المهدي. قلت لك السكوب يكون كان على الوطنيه الثانيه سي جو الاعذار، الناطق الرسمي للسي اس اس، جمهور سي اس اس اللي يتفرج فينا واللي حاضر في الاستاد كله يحكي على الاثاره. صحيح يحكي على الاثاره، احنا كما تعرفوا قمنا باثاره. الرابطه في الطور الابتدائي اخذت القرار نتاعها برفض الاثاره هذه شكلا. بالنسبه لنا نعتبروا ان الموقف كان موقف سليم، نستناو حتى يتم التلخيص واعلامنا بالاثاره بالحكم هذايا باش نقوموا باجراءات الاستئناف لتمسكنا بانه موقفنا سليم كسوى شكلا ولا اصلا. الاشكال وين بالضبط سي جوهر؟ الاشكال هو مبدئيا تم رفض الاثاره شكلا، مازلنا ما نعرفوش المستندات نتاع القرار، وديجا ما نفهموش علاش تم رفضها شكلا. كما قلت لك احنا متمسكين بلي موقفنا سليم والإثارة كانت في طريقها، بقي هذا اجتهاد نتاع طور ابتدائي ومازال ثم قدامنا طور استئنافي. ماتش اليوم كان ويكلو المقابلة الثانية اللي كنتم استأنفتوا وربحتوا. اي بالطبيعة هو كان عندنا نادي الصفاقس تمت مواقبته بمقابلتين بدون حضور الجمهور، استئنفنا القرار هذاك وبالطبيعة وفقنا ربي وانه العقوبة هذه نزلت المقابلة واحدة. واليوم هو ملعب طيميري بالجمهور وكما نحبوه كما العاده. شكرا لك سي جوهر العذار، بعد شويه يكون معنا مدرب المساعد للنادي الصفاقسي، الكلمه ليك تفضل دالي. يعطيك الصحه مهدي، نرجع لك محرز توصل فكرتك. الفكره نواصل محمد علي فيما يخص مباراه الملعب التونسي والترجي. قلنا نجح الملعب التونسي تكتيكيا ذهنيا تقريبا حضر المباراه نتاعو كما يلزم المدرب حمادي الدو، وشفنا الاداء وشفنا الجرينتا وشفنا برشا حاجات طيبه، والنتيجه ماهيش صدفه. الاستحقاق يرجع للمدرب والهيئه المديره والاطار الفني، وهذا ما نتمناه ان شاء الله كما قال بكري وسيم، يزينا من 0-0 ويزينا من المباراه مملة. ايه جولة الفرد انحركت شوية، ان شاء الله كما نقول من اليوم نشوفوا برشا اهداف ونشوفوا هذا تعودنا به احنا من قبل، مباريات الملعب التونسي والنادي الصفاقسي ديما في اهداف. يعطيك الصحة محرز. وسيم خلي عندك مثال محرز. وسيم السي اس اس زوج مباريات مع محمد الكوكي لعب خارج ميدانه، لعب برشا دفاعيا، نجح برشا هجوميا، اليوم على ارضيه ميدانه، هل محمد كوكي باش يواصل بنفس الطريقه؟ هل سيغير الطريقه باش نشوفوا سي اس اس اكثر هجومي اكثر مشي القدام؟ تقريبا في الشوط الثاني ضد النادي الافريقي مشى القدام اكثر من الشوط الاول، لكن اليوم النادي الصفاقسي على ارضيه ميدانه مطالب بالانتصار، نتصور باش يمشي يقدم القدام اكثر.
هو صحيح كل مباراة وحقيقتها. اليوم ما نجموش نحكموا معناتها على مباريات الاخرين سواء ضد الترجي او ضد النادي الافريقي، صارت فيزيونومي دي ماتش، صارت طريقة معينة. اليوم النادي الصفاقسي في طور ريكونستركسيون في البريود الاخرانية هذه، في طور تغيير او معناتها نستحفظ على سيستم دو جو معين اللي كنت انت متضارب كل مرة سيستم. اليوم ممكن قاعد ياخذ كلك اوتوماتيزم، صعيب ياسر باش ننتظروا انه النادي الصفاقسي مش يمشي للهجوم ويمشي يلعب الكل في الكل، لانه يفوا اتوندر انه يستعمل معناتها لو سيستم اللي حاجته به بشويه بشويه. باه مهدي قاسم جيت معاه الاستاذ خلي له الكلمه وبعد نرجع. تفضل يا مهدي. دليل تفضل مهدي. قلت لك الغلطه صعيبه في الماتش نتاع اليوم كان كاميرا يعطيني سريه صبوره اللامعه، وكي تفسخت صبوره اللامعه لانه كانت فيها ماتش سي اس اس ومستقبل مرسى فرمو، مازلنا غاديك تو يقول لي راهو سي اس اس والملعب التونسي الله يرحم والديكم هيك علاش. فقوا بها في الوقت المناسب ان شاء الله تصلح وترجع. الفار يخدم او زيد بحذية او زيد في خبير او هذاك علاش قال لي قول لهم صلوا على النبي. ماشي هاي زيد. النادي الصفاقسي انتصار هام امام الافريقي في رادس، يظهر لي بسيكولوجيك مع الكوكي فما حاجه جديده في سي اس اس. اكيد الحمد لله ربي، معناتها جينا احنا في ظرف قصير، جينا في وضع ماهيش ولا بد للفريق. الحمد لله اللاعبين تجاوبوا، خدمنا على العامل الذهني كثير وخدمنا على العامل التكتيكي، كان فما تجاوب كبير من اللعيبه نشكرهم بالمناسبه. ان شاء الله معناتها اليوم ناكدوا السلسله الايجابيه اللي قاعدين نمروا بها ان شاء الله. ثراء الرصيد البشري حتكمش ربما تنوع شويه بالنسبه للسي اس اس. احنا تويكا عندنا معناتها ان ستيل دو جو تكتيك معين نجحنا به، باش نحاولوا نحافظوا على الكونتينيتي، نحافظوا على اللعيبه على نفس اللعيبه كان على المستوى معناتها الثراء البشري معناتها الحمد لله اللي نستحقوه خاصة في مباراة الفريق ولا مباراة الترجي. التغييرات عملت الفارق، احنا كنادي رياضي صفاقسي عندنا مجموعة طيبة وان شاء الله الحاضر يلعب ان شاء الله. أول ماتش تلعبوا اليوم قدام جمهور السي اس اس، لعبتوا زوج ماتشات كونتر ترجي والفريقي في رادس. احنا متشوقين معناتها باش نلعبوا في صفاقس ضد الجمهور هذا الكبير، جمهور عريق، جمهور فريق عريق، ان شاء الله اليوم نفرحوهم ان شاء الله. شكرا لك وحمد لله السبوره تصلحت الكره عندك انت يا دليل. يعطيك الصحه يا مهدي، بالفعل صلحت السبوره ونرجع معاك. لا ما صلحتش يا مهدي، ما زلت النادي الصفاقسي هو مستقبل المرسى سكور تصلح، اما ما زلت فوالا توا تصلحت السبوره. نرجع معاك وسيم. هو كيف نرجعوا على معناها تاكيدا اللي قاله مساعد المدرب على العامل الذهني، عامل ستابيليتي تكتيك وسيستيم دو جو، وافكتيفمون هذا اللي كنا نشوفوا فيه وهذا هو اللي لازم يخدم عليه النادي الصفاقسي. لكن كما قلت انت اليوم راك تلعب ضد الملعب التونسي لفريق هو قال وسيم مش باش نغيروا برشا طريقه لعب، اما تتصور انت النادي الصفاقسي باش يلعب بنفس الطريقه اللي لعب بها ضد النادي الافريقي خاصه في الشوط الاول وقت اللي كان دفاعي برشا النادي الصفاقسي؟ صحيح كانت حاضره النجاعه الهجوميه، نتصور ان اليوم النادي الصفاقسي على ميدانه على الاقل تتغير شويه الانيماسيون على المستوى التكتيكي باش يكون اكثر هجومي النادي الصفاقسي. ما نتصورش انه مش يغير كثير لانه اليوم ما عندوش برشا وقت محمد الكوكي باش يشتغل الانيماسيون اوفونسيف باش يمشي لقدام وكذا، مش حظ ممكن يطلع شويه البلوك اكثر من العاده، لكن ما نتصوروش مش يمشي ويجازف للامام بطريقه معناتها خاطر معناتها ليكسكيوز اني نلعب في بلادي، بالعكس عمرها ما كانت اني نلعب في بلادي ولا بعدها باش يخلي الكره الملعب لا مش باش يخلي الكره باش يلعب اكيليبري باش يلقى فرص الحلول. ما تنساش راهو يلعب ضد ممكن احسن ثلاثي هجومي ومحرز يمكن يكونفيرمي بوجود رجوع هيثم الجويني الماجري الخضراوي، بالعكس اليوم ستاد تونيزيان راهو بوجود وساجد الفرسيشي معاهم، يعني ممكن تشكيله الملعب التونسي اليوم هجوميه بحته معناها مقارنه بالمباريات الاخيره. قوه الملعب التونسي في الثلاثي هذايا كما ذكر وسيم دالي، قوة الملعب التونسي في الثلاثي هذوما اللي جبد عليهم جويني و الخضراوي والماجري وراهم فرشيشي، يعني نظن ان محمد الدو مش يغير طريقة اللعب نتاعو اليوم عكس اللي شفناه في مباراة الترجي، مشي خاصة الفترة الأولى مشي نقولوا احنا يطبع المباراة واحده واحده ونطوندو يشوف ويقرا وبعد نحكيه في التكتيك اللي معناتها ينجم التكتيك يتغير مع المباراه. اكيد انت باش يبدا المباراه حاضر مش باش يمشي برشا القدامى مع
كقدم الوقت ينجم يقدم الملعب التونسي، خاصة يلعب خارج باردو. يقول توا المدربين ما عادش يقول لك، خاصة في توا يا نربح يا نخسر. جاي نظن أن محمد الدو جاي لصفاقس يلعب على ثلاث نقاط ومن حقه، وإن شاء الله نشوفه مباراة تليق بزوز فرق. على بالك أول خرجة للملعب التونسي تقريبا منذ 4 أو 5 أشهر يعني في البطولة ما عدا مباراة الكأس ضد جرجيس، يعني البقية كلها تقريبا لعبهم في العاصمة بين مركب النيفر أو في ملعب حمادي العقربي برادس. يعني ممكن أول تنقل اليوم للملعب التونسي، لكن كيف نشوفه ونقرأ ونشوفه التشكيلة متاع الملعب التونسي نحسوا للفريق الفريق معناتها ما هوش هذاك الجاي. يعني حتى اليوم اللاعب نداو اللي عنده الورقة الصفراء الثالثة ما تمش تغييره بلاعب دفاعي، بالعكس تم تغييره بلاعب هجومي. هذاك علاش انا نقول لك اليوم الملعب التونسي جايه معناتها تحس النيه نتاعها ان نيه هجوميه، نيه باش غاني دي بوين. تقول لك انت النادي الرياضي راه خاطر النادي الرياضي الصفاقسي كي تحلل المباراتين السنين اللي لعبتهم ماهيش هذيك اللي خلقت اللعب، ولا انا الاهداف جات على دي ترانزيسيون على دي كونتر. يعني اليوم اذا اهم حاجه اليوم الاحباء النادي الرياضي الصفاقسي هو كونفيرمي لي دو ريزولتا بوزيتيف اللي عملوه، وانك ترجع تسجل في المهيري وتفوز في المهيري لانك غاب عليهم الفوز. دونك هنا يجب تكون متوازن وما يهبطوش في الليفوري والنشوه الكبيره، لازم يلعبوا ايكيليبري باش يعرفوا كيفاش ياخذوا نقاط المباراه هذه، على عكس الملعب التونسي اللي ممكن ثم ستابيليتي تكنيك عن طريق قياده حمادي الدو، ثم ديز اوتوماتيزم بين الملاعبيه. اليوم علاش قلت لك ننتظروا احنا نشوفوا مباراه جميله، مباراه ممتعه. نتصور عندك ملاعبيه لي ريجيسور ولا لي روليور كسوا اومارو اللي يجي من تيلي كسوا ولا نداو. يعني اليوم نتصور باش نشوفوا كره مزيانه، كره جميله بين زوز مدارس كبار، ان شاء الله يفرهدوا الجمهور بالاهداف ان شاء الله. طبعا هذا ما نتمناه مع ارضيه ميدان ايضا ممتازه هوني في الطيب المهيري. الطقس كان سخون شويه، بدات تبرد شويه الدنيا، كل العوامل متوفره ان شاء الله. ماك تعرف وسيم احنا في تونس ولينا نقراو حساب الا العوامل الكل، عطينا نشوفوا بركه كوره مزيانه وكوره جميله ونشوفوا اهداف ندخلوا كل ملاعبيه نتفقدوا في الجازو باهي لعب ولا فما جمهور طقس بارد ولا حار. ونتمناو ان نشاهدوا طبعا مستوى فني كبير، ولنا عوده ان شاء الله بعد نهايه الشوط الاول لتحليل 45 دقيقه اولى باش نعيشوها في التعليق مع زملائي العزيزين زميلي العزيزين حامد بن عامر شكيب الخويلدي. تفضلوا لكم الكلمه بالتوفيق. شكرا.